اهلا بحضراتكم مره تانية، وانضم لينا على مائده الحوار الاستاذ طارق رمضان، محامي ومستشار حركه الحق في الحياه، والاستاذ وليد سامي، رئيس لجنه الاسره بمنظمه مصر لحقوق الانسان. مصر اولا لحقوق الانسان، مظبوط، واصحاب مشاريع القوانين. مصر اولا لحقوق الانسان. مصر اولا لحقوق. يا وليد، قول لي مقترحاتك لتعديل قوانين الاحوال الشخصيه. هي المقترحات هي عباره عن 14 مقترح. سيادة المستشار لازم تسمع المقترحات. طبعا طبعا متابعه والله باذن وعين. محكمه الاسره ان شاء الله. اولا سن الحضانه، ثانيا ترتيب الحضانه، ثالثا الولايه التعليميه، رابعا الخلع، خامسا بعد كده اللي هي نبدا اول نقطه. نبتدي باول نقطه، مفيش مشكله. أول سن نقطة. الحضانه سبعه الولد، تسعه للبنت. ده وفقا لمذهب الامام ابو حنيفه المتعارف في مصر كله، لان الزواج على مذهب الامام ابو حنيفه والطلاق على مذهب الامام ابو حنيفه. يبقى انا ما اخدش النهارده مذهب الامام ابو حنيفه في الجواز والطلاق وابتدي اطبق في سن الحضانه المالكي او الشافعي. لكن هذا جائز في الشرع. جائز في الشرع، ما ينفعش ان احنا نلغيه. كلام جميل، بس كان في الاول سبعه وتسعه. واتفقنا ان سن الحضانه 7 و9 كان بيعمل استقرار الاسره نوعا ما. بمعنى ان التفكير بيبقى في الاولاد اكتر. ان 7 و9 لسه سنهم صغير، محتاجين رعايه مشتركه، محتاجين يبقى انا استقر شويه. ما نتطلقش يعني. بالظبط. يعني ممكن لما تكون تطلق السنه يتطلق بعد 3 سنين. لا 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 لا، يبقى ممكن تكون في لحظه زوبعه في فنجان وتنتهي. مش ده المقصود. ان ممكن لأتفه الاسباب يحصل طلاق، طب انا ما استقر شويه وافكر عقلانيا وبعد كده اقرر. يعني نلوي دراع الست. انا بقولش انا هتاخده منك 7 و9 فاستني شويه. لا لا مش كده، مش نيل ودراع الست طبعا، لان انا الست زي الرجل. مفيش حاجه اسمها لا الودراع الست ولا الودراع الرجل، لكن انا بتكلم في شرع. الشرع كان الاول 7 و9، هل الشرع كان الاول كان غلط ولا كان صح؟ ولكن الازهر قال قياسا يبقى رجعنا بالقياس. بالقياس يبقى اذا المفروض يبقى 6 سنين. طيب مش 7. تمام. ليه 6 سنين؟ لان الطفل عندي من 5 سنين دلوقتي بيشتغل على الايباد واللابتوب والحاجات دي كلها. يعني الطفل اولا بالنسبه للشرع قال ان الطفل يستغنى عن ماكله ومشربه وحياته الخاصه، ان هو يعرف يلبس ويشرب وياكل لوحده. كل ده. فالطفل 6 سنين دلوقتي او 5 سنين بيعرف ده كله. الاستغناء. فهنا 6 سنين ممكن يبقى احسن من 7 كمان. طيب. لكن الشرع 7 و9. خلاص، يعني احنا 7 و9 يتم فطام الاطفال من امهم. النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعديها ترتيب الحضانة. ليه ترتيب الحضانة الأب محطوط رقم 11 يا سيادة المستشار؟ المفروض الأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب. ده الترتيب الصحيح المفروض اللي احنا عاملينه في مشروع القانون. لأني لما أجي النهاردة، طب استنى بقى ثواني أرجع لحضرتك فيما يخص الحضانة عشان نشوف المشروع. فيما يخص الحضانة، أنت متفق ولا مختلف مع فضولي؟ مبدئيا أنا موجود على قضية الأحوال الشخصية لغير المسلمين اللي معني بها الأستاذ أشرف أنيس. اوكي، انما مش عارف انتوا بتطالبوا بقانون قوانين الأحوال الشخصية موحد. احنا مش بنطالب بقانون، هو في مشروع قانون مقدمات دولة هو بيجيز الزواج المدني لغير المسلمين تحديدا للأقباط يعني. وفي قانون موازي مقدمات الكنيسة في إطار تشريع خاص بها. ففي المسألة دلوقتي في تعارض يعني، في دولة قانونها انها بتتيح الزواج المدني للمسيحيين، لكن الكنيسه مقدمه رافضه فكره الزواج المدني ومقدمه مشروع بديل او مشروع. انتوا عايزين تطلعوا بره فكره الزواج الكنسي عشان الازمات اللي بتحصل بعد كده. بص حضرتك، عشان بس نقدم يعني تصور عن الموضوع او الناس تفهم او تبقى عندها فكره عن ايه المشكله بالظبط يعني. احنا عندنا مجتمع مسيحي فيه حوالي عشرات الالاف من الاسر بتبع سنه الطلاق. هناك عشرات الالاف من الناس مجبرين انهم يعيشوا مع بعض رغم وجود كراهيه بينهما، لكن طبقا للنص الانجيلي لا طلاق الا لعله الزنا او ما جمعه الرب لا يفرقه الانسان. في النهايه الكراهيه بتوصل لدرجه ان ممكن زوج يقتل زوجته والعكس يعني، توصل درجات ففي ازمه. في نفس الوقت ان هذه الازمه اتصدرت للمجتمع كله. يعني نسبه كبيره جدا من الفتنه الطائفيه موجوده في مصر سببها مشكله الاحوال الشخصيه غير المسلمين، ان كثير جدا من السادات او الزوجات بتهرب من هذه المحنه الى تغيير الدين او تغيير الديانه او غيره. عشان كده هتلاقي دايما كل الفتن الطائفيه او اغلبها في مصر مرتبط باسماء سيدات. يعني دايما فالدوله في اطار تحملها للمسؤوليه وانها تعلي المصلحه الوطنيه، في النهايه اعترفت او اقرت ان يجب ان يكون الاقباط لهم مصال اخر هو
الزواج المدني عشان نخرج من المحنه دي. ففي مشروع دوله احنا بندعمه وبنؤكد عليه وبنصني عليه في فكره الزواج المدني للاقباط المسيحيه. هل الفكره دي ممكن تلاقي نجاح عند العائلات المسيحيه؟ يعني اذا اب جه واحد لبنته وقال له انا هتزوجها بشكل مدني وليس زواجا كنسيا هيقبل؟ الفكره تلاقي قبول عند كل الاسر المتضرره. انما الاسر المستقره ما عندهاش ازمه في المساله، وبالتالي انا معني بالاسر المتضرره. الاسر المعاديه انا معني برايي دول بموقفهم ايه بقبولهم او رفضهم. الاسر المتضرره في الغالب هي بتطالب ده من زمان اصلا، لا مطالبه. فبالتالي هو في فبقى اصبح هناك اختيارين للاقباط في مصر، ان الزواج المدني والزواج الكنسي، والشخص ان يختار ما بين ان يتزوج مدنيا او يتزوج كنسيا. برضه في مساله الزواج الكنسي دي برضه محتاجين ان احنا نطرحها. يعني الكنيسه المشروع القانوني اللي مقدمه الكنيسه بيتحدث على ان الزواج في المسيحيه هو علاقه دينيه. اوكي طيب، اولا القانون غير معني بتنظيم علاقات دينيه. قانون بينظم علاقات البشر بعضهم البعض. الزواج في المسيحيه هو زواج كنسي طقس من طقوس الكنيسه او سر من اثارها بين اطراف ثلاثه، الزوج والزوجه والروح القدس. وبالتالي هذا الطقس او هذه الرابطه الدينيه يصعب ان انا انقلها للمحكمه المدنيه في اطار القانون المدني. لسببين. السبب الاول ان هو القانون لا ينظم علاقات دينيه، هو بينظم علاقات بين البشر وبعضهم لان ده قانون مدني. الجزء الثاني ان الزواج في المسيحيه هو زواج مؤبد. وهناك مبدا عام في القانون هو بطلان الالتزامات المؤبده. وبالتالي اذا انا ادخلت هذا الزواج الكنسي في اطار قانوني فانا اولا بهدد فكره الدوله المدنيه وبضرب مبدا من مبادئ العمل القانون اللي هو بطلان الالتزامات المؤبده. وبالتالي احنا بنقول ان الزواج المدني هو الحل للمسيحيين في مصر، والزواج الكنسي يظل زواج كنسي داخل الكنيسه. حتى مساله تقنينه، يعني ايه مساله تقنينه؟ حتى فيها صعوبه في التقنين، يعني هو زواج هو نص ديني او حاله يصعب تقنينها، وتقنينها هو هدم مبادئ العمل القانون. طيب نرجع للاستاذ وليد. سن النقطه الثانيه قلت لي الرؤية. سن الحضانه 7 و9 الرؤيه هي النقطه الثانيه. الاستضافه، الرؤيه تتعدل لاستضافه. يتم تعديل الرؤيه للاستضافه. الرؤيه ليها شروط، اللي هو الطفل مثلا الاقل من 4 سنين اللي ما ينفعش ينفصل عن والدته. 4 سنين لغايه سن 4 سنين. نيجي بعد كده نحولها للاستضافه، بس ليها شروط الاستضافه. ان ما يكونش فيه الطرف الغير حاضن عليه اواضي مخله بالشرف، او اواضي ما ينفعش عليها ان الاب او الام يرعى ابنه فتره اليوم او اليومين اللي احنا بنطالب بيها في الاسبوع. لان الاستضافه انا ما سماش استضافه، هي اسمها المفروض رعايه مشتركه، لان ده حق. حق للطفل مش حق للام ولا للاب. لكن اذا انت اخذت الطفل عندك، انا بس عشان بفهم، تمام، استضافه يعني تاخده ويك اند مثلا او يومين في الاسبوع. بالزبط. دي كده مش رعايه مشتركه، كده هي بترعاه في الخمس ايام وانت بترعاه في اليومين، كده مفيش رعايه مشتركه. ما هي دي على الاقل اللي المفروض على الاقل انت اضعف الايمان ان احنا نطبقه. لما اجي النهارده اقول للطفل ده باباك، دي مامتك، ده أهلك من أهل باباك، ده أهلك من أهل مامتك، بعرف الطفل بيطلع سوي نفسيا واجتماعيا. لكن إن أنا أعمل له رؤية 3 ساعات فقط، فين الرعاية هنا؟ طيب الحاجة الثالثة، الحاجة التالتة اللي هي ترتيب الحضانة. ده انت بتدور على كل حاجة تخصك، وفين النفقة؟ لا هقول لحضرتك، النفقة ده ترتيب الحضانة اتكلمنا فيها، سياسات المصاري حق للزوجة، حق للزوجة لا غبار عليه. النفقة ده حق ليها. لأن الزوج والطاعه والولايه التعليميه، الولايه التعليميه المفروض في طلع قرار من مجمع الطاعه الاول بقى. الطاعه مش همشي زي ما انت عايز. الطاعه مقدمها الخله. الطاعه قدامها الخله. فبيتلغي الطاعه في سبيل الخله. دي معروفه. انا بتكلم دلوقتي في حاجه ثانيه. الولايه التعليميه. الولايه التعليميه، الولايه التعليميه مجمع البحوث طلع قرار قبل كده ان الولايه التعليميه من حق الاب. بتيجي دلوقتي حاليا الام تاخد على عريضه دعوه مستعجله، طلب على عريضه دعوه مستعجله ان الولايه التعليميه تتنقل ليها. وده خطا قانوني. يعني الولايه التعليميه تنقل ليها، يعني من حق الاب هنا مش من حق الاب لا يراعي اولاده في المدرسه ولا في الجامعه ولا لغايه لما تنتقل الحضانه دي. اذا انتقلت، لان في حاجه في القانون كمان ان الطفل بيجي قدام القاضي بيخير. طب ليه مش عايز رعايه يعني تكون الولايه التعليميه مشتركه بين الاب والام؟ ما فيهاش ليه مشكلة. اب يا ام ما فيهاش مشكله، انا ما بقولش لا. طب سياده المستشار صح، اولا احنا هنبدا بحث سن الحضانه. اولا عشان اوضح له ان 7 و9 صح، 10 و12 صح، 15 صح، 18 صح، ولا يوجد نص حاسم او قاطع في القران او السنه بسن الحضانه. شرعا كل ده صح. بالعكس بقى، ده الحاجه اللي مش واخدين، اللي هو مش واخدين، ان ما فيش مجلس الشعب يقدر يخفض سن الحضانه. قولي لي ليه؟
ازاي انا عندي الدستور نص على ان الطفوله سنها 18 سنه او انا اقول الطفوله 18 سنه اخف سن الحضانه؟ ده طبعا بيتعارض مع الدستور. لا يجوز. ولا حتى الناس كان يعني طلعت دوشه ايام الاثنين الحدث اللي قتلوا البنت بتاعه اسكندريه وقال لك احنا عايزين نغير. ما تقدرش تغير القانون. وقلنا كده، قلنا ان الدستور نص حسم الموضوع ده. دستور قال سن الطفوله 18 سنه، يعني الحضانه ممكن تعلى ما تنقصش. تمام، يبقى سن الحضانه ده خلاص حسب الدستور. ما حدش يقدر يلعب ترتيب الحضانه. احمد ربنا على لا 18 سنه ده 18 سنه معلش، ده يتجوز ويخلف. 18 سنه ده يتجوز ويخلف، ده مش سن طفوله ابدا. ترتيب الحضانه ده مش سن طفوله. ترتيب الحضانه اصل ليه علاقه كمان اذا حدث عمل اي جريمه، يعني جريمه قتل، هو بيعامل كانه طفل. طبقا لاتفاقيه الطفل، مجمع البحوث الاسلاميه بقى في ترتيب الحضانات يعني انصف الراجل، يعني او انصف هو ادى حقه. يعني قال ايه؟ قال لك بعد الام وام الام وام الاب، الاب مباشره. كان الاول في الخاله والعمه. قال لك لا يجوز للقاضي ان يحكم بعد ترتيب دول بالاب. ترتيب الحضانه ده مرتبط بالشرائع السماويه سواء الاسلاميه او المسيحيه؟ لا ده كله اجتهاد. لا يعني صحيح ليه ما يكونش الاب بعد طبق احكام الحضانه بتطبق على الاخوه؟ طب ما في حديث شريف حضرتك بيقول الامك ثم امك ثم امك ثم ابوك. لا علاقه ده بالحضانه. لا ده حديث شريف، يعني انا اجتهد واسيب النص الاساسي اللي عندي حديث. بالرعايه يعني. لا انا ما اجتهدش واسيب حديث عندي. على فكره يعني برضه في هذا الحديث في كلام، يعني ان حديث صحيح. انا ما اعرفش الله، انا ما اقدرش افتي، فهو يسال في ذلك مجمع البحوث الاسلاميه. انا ما بتكلمش عن رعايه، طبعا ما فيش الام اولى بالرعايه، ده ما فيهاش كلام. يبقى هي اولى بقى بالحضانه، ده تقل لكلام. طب ما امك ثم امك ثم امك ثم يعني ابوك، ما قالش لا الخاله ولا الجده ولا الجد. ما كانش ليه علاقه بترتيب الحضانه. من اولى بي؟ ده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. قال له امك ثم امك ثم امك. لا في رعايه، ثم ابوك. ايوه مننا ليهم. طب خلاص ما يبقى هنا ده حديث شريف واضح ان الام ثلاث مرات والاب بعد كده. نتجاوز هذا، يعني نتجاوز الحديث. النقطه الثانيه بقى اللي هي، يبقى احنا خلصنا من سن الحضانه، خلصنا قلنا ما فيش نص حاسم، والدستور حكم الموضوع خلاص. ترتيب الحضانات مجمع البحوث الاسلامي قال لك يا هو كده خلاص بشكل واضح بقى 15. خلاص ما يقدرش ماكي الشهر 15 الولد والبنت. الولد والبنت 15 سنة. ويخيروا والبنت بتفضل لحد سن الجواز. تمام. السؤال يعني انا كمجلس الشعب، حتى لو المجلس الشعب اللي جاي، لازم الدستور ده نفس نص الماده دي ازاي يخالفها؟ هيخالف الدستور. الاساتذه ردكم ايه؟ وانتم بتمثلوا او بتتكلموا عن المجتمع المسيحي. اتفضل. اولا انا اتمنى ان المحاكم لما تيجي تفصل ما بين الرجل والمراه تحط كل القواضي في قضيه واحده. بمعنى اذا كان في طلاق، نفقه، رؤيه، مسكن حضانه، كل القوانين دي تبقى في ايد قاضي واحد مع بتتحكم فيها في فتره واحده. نمره اتنين، تقصير مده الحكم في مواضيع الاحوال الشخصيه كامله. يعني الراجل او الست لو دخلوا المحكمه في خلال سنه المفروض كل الامور تحسم. وما دخلنيش مره لوحدي نفقه ومره رؤيه ومره حضانه ومره اسقاط حضانه ومره ومره ومره. انا قاعد 8 سنين النهارده ماشي في المحاكم لغايه النهارده ما خلصتش ولا قضيه. اولا المحاكم دي بتضر بالاسره ضرر كامل، هي بتزود الفجوه اللي بين الرجل والست، هي ما بتحلش. فيا ريت كمان مع تغيير المواد اللي بتسيء للاسره تتغير الطريقه اللي بتتعامل فيها الاسره في المحاكم. وتبقى طريقة معتدلة تولد مجتمع سوي. مش مجتمع. أستاذ طارق، كلمة ختامية، شايف المفروض اللي يحصل؟ يعني مبدئيا أنا قضية الأحوال الشخصية لغير المسلمين دي أزمة اجتماعية كان مسكوت عنها طوال العصور البائدة. وحتى الأحزاب الليبرالية الأحزاب البدنية لم تقترب منها أو تناقشها حرصا على علاقتها بالكنيسة. القضية دلوقتي خرجت للنور، الدولة أعلنت المصالح الوطنية أنها فعلا بدأت طرحت مشروع قانون اللي هو إتاحة الزواج المدني، وبالتالي يتاح لهم للإخوة المسيحيين الزواج والطلاق للخروج من المحنة دي أو من الأزمة اللي في الأصل يعني هي خلف أو هي سبب كبير جدا من نزاعات الطائفية في المجتمع المصري. وبالتالي إحنا بنثني على مشروع الدولة وعلى قانونها. تمام. في إطار زواج إتاحة الزواج المدني أو وضع اختيارين للإخوة المسيحيين بين أن يتزوج مدنيا أو يتزوج كنسيا. إنما غلق المسألة فهو استمرار الأزمة واستمرار المحنة.
طب انا السؤال برضو اللي هساله لك، احنا دايما نقول انه احنا عايزين قوانين تبقى للشريعه الاسلاميه، اللي انت بتقوله ده قوانين تبقى للشريعه المسيحيه ولا هي بره فكره الشريعه المسيحيه؟ اتفضل شباب. هو بسال بالنسبه للشريعه المسيحيه، في خلاف ما بين النص المدني او الوضع القانون المدني وبين مش النص او خلاف مع النص الديني، لا هو خلاف مع الفهم او التاويل للنص الديني. يعني لا يوجد خلاف مع النص الديني بشكل صريح، هو خلاف مع الفهم او التاويل. وفرض الفهم والتاويل هو حكر على الكنيسه بصفه المرجعيه النهائيه للشريعه المسيحيه. طيب لكن هذا النص او هذا الفهم او هذا التاويل هو يحدث ازمه اجتماعيه موجوده. تمام. لان هو يتعدى الفطره او الطبيعه الانسانيه، فكره الانسان غير يعني فكره الانسان ان ياخذ قرارات ابديه في حياته، الانسان بطبيعته غير مؤهل لذلك. بطبيعته الانسان اصلا متقلب بطبيعته. التنازع بين النص وبين الفطره الانسانيه عامل هذه الازمه. وبالتالي احنا بنبكي على النص المسيحي قائم في اطار الزواج المدني، وبالتالي بنطرح خيار بديل برضه وجود الزواج المدني عشان نخرج من الازمه. انما الابقاء او الغاء الزواج او الغاء مشروع الزواج المدني هيبقى لأزمة قائمة وهيدخل المجتمع في أزمات كبيرة جدا. ده أنا قلت حضرتك إن أغلب المشاكل الطائفية في مصر كانت بترتبط بأسماء سيدات أو مشاكل نسائية مختلفة يعني. مختلفة. أنا بشكركم جدا وبتمنى الهدوء للجميع والحل للكل لصالح الولاد. كلمة أخيرة بس. اتفضل سيدي. يعني عايز أقول حاجة، لو أن الطلاق رجلا لقتلته، لأن اللي إحنا بنعاني ده كله منه هو الطلاق يعني. فنتمنى يعني إن كل أب وأم عندهم أولاد يعني يفكروا مليون مرة قبل ما ياخدوا قرارات يعني. صحيح صحيح. بشكركم جدا. تاني بعد إذنك. اتفضل. هو تكملة الكلام الأستاذ طارق، لو الكنائس كلها توحدت على قانون واحد كان ممكن نتكلم، لكن النهاردة الروم والسوريان عندهم لائحة فيها 10 أسباب للطلاق ومش عاوزين يغيروها، الكاثوليك بتقول لا طلاق حتى لعلة الزنا، الأرثوذكس بيقولوا لا طلاق إلا لعلة الزنا، الإنجليين مطالبين بقانون مدني، ففين الشريعة الموحدة بتاعت المسيحيين؟ أنا بشكركم جدا ونورتونا، أهلا بكم. في النهاية نحن لا نحتاج إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية فقط، ببساطة إحنا محتاجين لتعديلات في ضمير الآباء والأمهات. نحن نحتاج أن نقدم مصلحة أولادنا، نريد قانون لحماية حقوق أبنائنا. كل ضيوفنا آباء أمهات قانونيين تنفيذيين أجمعوا إن القوانين دي فيها ثغرات، وإن القوانين دي محتاجة لتعديلات تضمن إن الولاد ما يتبهدلوش بين صراع النفقة وأزمة الاستضافة وقانون الرؤية وسن الحضانة وما إلى ذلك. مصر اللي علمت العالم كله العدل، اللي حمت الأسرة على مدار التاريخ بقالها أكتر من 7000 سنة، مش عارفة يكون عندها قانون حقيقي عادل ومنصف للأحوال الشخصية؟ الأحوال الشخصية مش بس مسلمين، إحنا عايزين قانون لكل بيوت المصريين، عايزين قانون يا كل المسؤولين يضمن حقوق ولادنا. أرجوكم. أشوفكم على ألف خير، وربنا يحميكم ويحمي ولادنا يا رب اليوم الدين. ومن هنا لغاية يوم الجمعة أشوفكم دايما على ألف خير. باي باي.